الحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلينا الآن من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ رامي، وأهلا بك دائما على شاشة الحدث. اسمح لي أن أبدأ النقاش معكم من التفاصيل المتوفرة لديكم عن هذه الغارات، الجغرافيا للأماكن التي طالتها الغارات، وأيضا الدلالات الزمنية لها. نعم، مساء الخير. طبعا هي على ما يبدو ضربة العصا قبل الجزرة، والواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما استهدفت الحدود السورية العراقية على ما يبدو أنها لم تكن تستهدف أيضا الشاحنات التي دمرت والتي دخلت من العراق، كانت تريد أن توجه رسالة لإيران عندما دمرت مقرات تابعة لحزب الله العراقي على معابر غير شرعية على الحدود السورية العراقية. يعني الضربة على الحدود السورية العراقية ومقتل 22 عنصرا على حشد الشعب العراقي حزب الله العراقي وما يعرف بكتائب سيد الشهداء، هي رسالة واضحة بأن الآن نحن على الحدود. إذا ما استمرت إيران، وإيران لديها الآن عند ضفاف الفرات، قد تخصب تلك المناطق، لأن الولايات المتحدة لو أرادت الرد ردت على حزب الله العراقي داخل الأراضي السورية. هناك مقرات معروفة في منطقة التبني لحزب الله العراقي، وهناك صواريخ أرض موجودة بتلك المنطقة، ولكن على ما يبدو أنها لا تريد أن توجع إيران كثيرا فردت في تلك المنطقة. الحصيلة النهائية 22 قتيلا، تدمير 3 شاحنات كانت موجودة بالقرب من هذه الهنجارات أو يعني الأماكن التي استحدثت مؤخرا على الحدود السورية العراقية، وهي تتغير بشكل مستمر المعابر الغير شرعية والتي يدخل منها السلاح. نحن منذ نهاية الشهر الفائت وحتى اللحظة في أقل من شهر 5 شحنات أسلحة دخلت الأراضي السورية، 1 أو 2 استهدفتها إسرائيل والباقية دخلت الأراضي السورية بسهولة. طيب سيد رامي، كيف يمكن التمييز اليوم بين الغارات التي يتم الإشارة إليها أنها أو دون تعريف على الجهة التي قامت بها ودائما ما تبقى مجهولة الهوية، وبين الغارات التي يعلن عنها من قبل الجهة الرسمية إن كانت الولايات المتحدة أو التحالف؟ يعني اليوم غارات اليوم هي رسالة لحزب الله، يعني حزب الله ولا إيران، وليست لحزب الله. حزب الله في النهاية هو تابع لإيران، حزب الله العراقي. الرسالة داخل الأراضي السورية لم تكن داخل الأراضي، هي على بعد عشرات الأمتار، ليست مئات الأمتار من الحدود السورية العراقية. هي رسالة واضحة بأننا سوف نستهدفكم داخل الأراضي السورية، لأن المعقل الرئيسي الآن لإيران أين هو؟ ليس داخل الأراضي العراقية، مكان التي توجد فيه حكومة عراقية على الرغم من وجود حشد شعبي. تلك المنطقة، ونعيد ونقول تلك المنطقة كم تحدثنا عنها مرارا وتكرارا، بأن روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يحاولون إغلاق طريق طهران بيروت في صيف العام الفائت، فشلوا، وإيران عززت قواتها في تلك المنطقة. إذا ما تحدثنا ما بين ميليشيات عراقية وميليشيات سورية، هناك أعداد كبيرة، آلاف بل قد تصل إلى عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران في هذه البقعة الجغرافية من الأراضي السورية. هل إيران، أعطيك هذه المعلومة حقيقة الأمر، هناك بعض أفراد هذه الميليشيات كانوا يخططون، وهذه معلومة من داخل هؤلاء، يعني من داخل الحشد الشعبي العراقي في تلك المنطقة من الأراضي السورية، كانوا يحاولون توجيه صواريخ إلى القواعد الأمريكية على ما يبدو جاءتهم الأوامر من قادتهم الحرس الثوري الإيراني بأنه ممنوع منعا باتا استهداف القواعد الأمريكية من داخل الأراضي السورية، لأن الرد سيكون قاسي من قبل أمريكا. سيد رامي، بخصوص هذه المعلومات التي تكشف عنها الآن، هل هي مجرد جاءت وهذه القرارات بعد الغارة الأمريكية أم قبلها؟ لا بعد الغارة الأمريكية. عندما تحدثنا عن وجود صواريخ، قلنا الصواريخ إلى أين، يعني إلى أين، لمن ستوجه؟ هل ستوجه لداعش؟ بشكل مؤكد كان على ما يبدو أن هناك نية في حال فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بأن تستهدف القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. بعد ذلك شاهدنا تعزيزات أمريكية لتلك القواعد، وشاهدنا رسائل تحذيرية، والمعلومات التي أعطيتك إياها الآن هي من داخل هذه القوات، المجموعات الموالية لإيران، والتي أيضا يوجد فيها قوات عشائرية سورية مع الأسف تنتقل من دفة من ضفة إلى أخرى، وتبدل الدفة من قائد إلى قائد آخر. كل الشكر لك على هذه المعلومات. من كوفنتري حدثنا رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.